جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إمام مسجد غير مستقيم في حياته، أي أنه يسب ويلعن الناس ولا يقوم بالمسجد قياما تاما، هل تجوز الصلاة خلفه؟ علما بأن بعض الناس لا يعرفون عنه شيء، فهل ننصح من لا يعرف عنه شيء أم نسكت؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان اعتقاده سليما ليس في عقيدته خلل تصح الصلاة خلفه، لكن مع مناصحته عن الكلام البذيء والسباب والشتم وأذية الناس يناصح في ذلك، لأنه قدوة، الإمام قدوة يقتدون به الناس، وإذا لم يمتثل فإنه ينبغي أن يستبدل بغيره من أهل الاستقامة. وأما الصلاة خلفه فهي صحيحة ما لم يكن في عقيدته خلل. نعم.